ونشرتنا الجوية بنبدأها من التعرف على حالة الطقس في مصر، وحيث يسود طقس بارد في ساعات الصباح الأولى ويتحول إلى لطيف غائم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء في أول الليل وبارد في آخره وشديد البرودة على سيناء. وإلى السعودية، فبيستمر سوء الأحوال الجوية على أجزاء كبيرة بالمملكة، كما يتوقع هطول الأمطار على معظم الأماكن مع وجود الكثير من السحب على معظم الأجزاء بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع أيضا أن يكون هطول الأمطار متوسط في بداية الأمر ويشتد بعد ذلك ليكون غزير. وفي الإمارات، بيتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر، مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار شرقا. أما في العراق، فسيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائما مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا وغزيرة الشدة في بعض الأماكن، ومنها فرصة لتساقط الثلوج في الأقسام الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا ويتحول بعد الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة. وفي أوروبا، وبنبتدي لفرنسا والتي بتشهد العاصمة الفرنسية باريس سقوطا للأمطار الغزيرة في الصباح ويتحول الجو لغائم كليا مع تكون الضباب في المساء. أما في العاصمة الألمانية برلين، فبتشهد سقوط للأمطار الخفيفة مع تكون الضباب في الصباح وبيستمر الضباب للمساء، ولكن مع سقوط الأمطار واللي بتتحول لأمطار ثلجية. وفي إيطاليا، بتشهد العاصمة روما غيوم متفرقة مع تكون للضباب الخفيف في الصباح ويستمر الضباب للساعات الأولى من فجر اليوم التالي. والآن نتابع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. كده تكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية، ونروح دلوقتي للليلاس وآخر أخبار الاقتصاد.